بقى التجربه اللي احنا عملناها يوم السبت الماضي لما زعنا المباراه هنا، مباراه الاهلي والشارع الدخان، اول مباراه في دوري الجمهوريه. بدات الجماهير والناس تعرف اللعيبه الموجوده في 2001، بدات الناس كمان لا ده عندنا حارس مرمى ما شاء الله عليه بيلعب برجله من تحت، عنده ثقه، لا لعيب كبير يعني. هي بصراحة يعني بنشكر حضرتك طبعا ان الماتشات دي بتتذاع، دي اشكر إدارة قناة الأهلي هي هي بس لا هي بصراحة قناة الأهلي خلاص دلوقتي بقت في حتة تانية يعني، مش يعني مش محتاجين ان احنا هي يعني قناة النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده ما شاء الله قناة فخمة يعني تتشرف بيها في أي حتة. بس هو يعني حاجة كويسة جدا، مش حتى مش عشان مش عشان الجمهور يشوف ان في حارس مرمى، لا عشان الجمهور يشوف ان في سيرد باك وان في باك رايت لعيبه كلها طبعا ان في لا بصراحه هي هتفرق كتير، والفرقه دي بصراحه برضو تستاهل لان الفرقه دي فرقه جابت بطولات كتيره للنادي وبتعمل نتائج كويسه وادائها على طول كويس وكده، فهي حاجه تشرف يعني اكيد طبعا. طب قول لي بقى كاس العالم للانديه واختيارك من ضمن المنظومه او من ضمن القائمه اللي مثلت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شعورك ايه مع ان دي احتفاليه او بطوله كبيره بطوله عالميه؟ وانت كان عندك وقتها كام سنه؟ 17 سنه ولا 18 سنه؟ لما طلعت مع الفريق الاول كان عندي 17 سنه. لما اسمك موجود من ضمن القايمه اللي بتمثل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ كان عندي 20 لا اقل من 20 سنه كمان، كان عندي 19 سنه. اصغر حارس موجود في محفل عالمي زي ده. كان عندي شعورك في ايه؟ في كاس العالم كان عندي 19 سنه وانا شعورك؟ لا دي انا يعني انا لو حكيت لحضرتك انا يوم السفر انا عرفت ان يعني انا قبل السفر بيومين كان في كلام ان انا ده على طول كل ما بتتكلم عن كاسة فاهم دي هتلاقي الصورة دي جت كده والله يعني يعني مصور الفريق دي جابها حتى ما كنتش متفق معاه ما كنتش اي حاجة جت كده سبحان الله يعني هي بس ده طبعا حاجة كبيرة نوير مثلك الاعلى في الكرة العالمية؟ أكيد طبعا هو تاريخ يعني تاريخ وأرقامه بتتكلم عنه وهو مش يعني مش محتاج إن مش أنا يعني مش محتاج إن أنا أتكلم عليه يعني ده بس أنا سفر كأس العالم ده أنا قبل السفر بيومين قبل السفر بثلاث أيام كان عندنا ماتش فسألت كابتن سيد قلت له إيه فيها ولا موجود ولا لأ؟ عشان بس يعني أكون بس إيه مركز والدنيا قال لي وان شاء الله وربنا يكرمك وتيجي معانا ومش عارف ايه، وبعدين قبلها بيومين كلمني وقال لي للاسف ما فيش نصيب تطلع معانا وانا اصلا بالنسبه لي ان انا في اسمي محطوط مش 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 عشان اطلع لا اسمي بس محطوط ليفاندوفسكي كل نجوم زعلان منه والله على الجنين اللي جابهم بس عادي بقى قبل السفر بيومين انا ما كنتش يعني كان قال لي ان خلاص مفيش نصيب وانا بس ان هم بيفكروا ان هم ياخدوني دي بالنسبه لي كانت حلم ان هو مجرد تفكير ده اصلا كانت حاجه يعني انا قبل السفر بثلاث ايام ان هو قال لي هتيجي انا ما كنتش مصدق نفسي فبعدها لما قال لي مش هتيجي ما زعلتش قد ما انا كنت مبسوط بس ان هي ان انا في يعني ان انا ممكن مش قلت لك هات لنا مدينه كاس العالم؟ ما هي جت بعدها لا انا بعدين بقى رحت النادي يوم التصوير بتاع البدله ده اللي هو لما ولقيت اسمك موجود لا يوميها اساسا انا ما كانش ليا بدله وسبحان الله يا شاء القدر ان انا اخد بدله حد من اللعيبه اتصور بيها بس جبنا لك البدله كمان الله ده ايه الشغل عادي كل حاجه تقول شغل عادي قوي ده وانا بتصور خلاص انا ماشي يعني انا اتصورت وهمشي بقى خلاص ما تعرفش انك انت موجود الفرقه هتخلص التصوير ده ويروحوا الاوتيل عشان يسافروا بعدها بيوم فانا خلاص مروح وركبت العربيه ومشيت فبعدين لقيت كابتن سيد بيكلمني بيقول لي ارجع هتيجي معانا وكانت احلى مفاجاه دي احب اقول لحضرتك ان انا كنت على كوبري اكتوبر والدنيا زحمه جدا جدا انا عايش في التجمع والنادي في الجزيره فانا كل يوم باخد كوبري اكتوبر ده كله فالدنيا زحمه قوي وخلاص بقى يعني مش مسافر والدنيا زحمه ويوم بقى مش باين له اخر فلقيته بيكلمني بيقول لف وارجع حسيت ان الطريق فك مشيت خلاص حسيت ان والله الطريق فتح وخلاص هلف وارجع واروح النادي